منتخب شباب لبنان ببطولة العرب كأس العرب اليوم واجه المنتخب العملة الجزائري، منتخب الجزائر العظمى لكرة القدم. 90% من لاعبينه محترفين بكبار كبرى بطولات أوروبا. عم نحكي عن لاعبين محترفين مع لاتسيو، محترفين مع إشبيليا، مع كلوب بروج، محترفين بالدوري الإنجليزي، الدوري البلجيكي، الدوري الإسباني، يعني كوكبي شو بدي لكم من اللاعبين. بينما منتخب لبنان يمكن هيدي التاني مرة بحياته بيشارك ببطولة على ملعب عشب طبيعي وملعب مساحته قانونية بالشقة الفني. هون الأهم وهون التحية العظمى للكبير بلال فليفل يلي فات على هيدي المباراة على طريقة أنا بدي ألعب كرة قدم، على طريقة وقاعدة 11 ضد 11. انتو تلعبوا فوتبول ونحن نلعب فوتبول، انتو الجزائر ونحن كمان لبنان. تحية معظمة لهيدي الشجاعة يلي لعب فيها لبنان وقارع منتخب الجزائر مقارعة الند للند. يعني اهم شيء بدي احكيه عن هيدي المباراة هو الاسلوب يلي اعتمده بلال فليفل. ما اعتمد، وهون ركزوا منيح، ما اعتمد الاسلوب الدفاعي المحكم لحتى يطلع بنقطة ويقولوا والله عملنا انجاز. لا، لعب ليستفيد من المنتخب، هيدا لعب بطريقة فوتبول مقارعة، هجمي من هون هجمي من هون وخلص، لعب عادي عم نلعب فوتبول نحن، يعني جايين يا بنربح يا بنخسر. هيك فاد فريقه واستفاد هو واستفاد اللي حضر وانبسط اللي حضر. شفنا افكار كتير حلوة على ارض الملعب، على الرغم من هيك يعني نحن تلقينا هدفين ورجعنا، يعني شجاعتنا واندفاعنا وهجماتنا المنظمة. لأنه إذا بتشوفوا الهدف اللي سجله منتخب لبنان إجا من كرة ميتة خلقوها لاعبينا وسجلوا منها هدف بغفلة من الدفاع الجزائري اللي كان صخرة وكان هجومه من كوكب آخر. بالنهاية الشقة الفني عن جد ولأول مرة منقول، يعني لا حجة ولا شماعة ولا أنه والله نحن يعني خلص أنه عنا وضع بالبلد، لا عن جد نحن هالمرة هيدي هي إمكاناتنا بظل الدعم يلي نحن مفقود بالنسبة لنا. هيدي هي إمكاناتنا قدام هيك منتخب عظيم ونفتخر فيه نحن كعرب. كلمة أخيرة اليوم، ما فيك تيجي تقلي والله شوف منتخب كرة السلة شو عمل، شوف سيدات الصفاء طبعا شو عملوا وكيف جابوا البطولة، وما فيك تيجي تقلي انه هيدا المنتخب هو ذاته اللي قائده بلال فليفل وصل السنة الماضية لنهائي كمان ولعب ضد العراق. يا حبيبي نحن عم نلعب ضد الجزائر العظمى، نقطة على السطر.